اهلا بيك في فيديو جديد معاك اسلام ماندو. في الفيديو ده هقول لك ايه علاقه ايلون ماسك صاحب شركه سبيس اكس ونسلا بتاعه العربيات اللي بالكهرباء وكارت الشاشه اللي بقى مولع نار وسعره بقى عالي جدا. لو انت اول مره تتفرج عليا فما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه ويلا بينا. صحى الصبح في جو مشمس ورايق وراح منزل على التويتر عنده وقايل انك تقدر تشتري خدمات من الشركه بتاعتي بالبيتكوين، ففجاه البيتكوين سعره زاد بنسبه 250%. انت متخيل البيتكوين سعره يزيد 250%؟ بتوع البيتكوين عينهم زغللت. اول ما فيجا الار تي اكس 3080 نزلت اتسحبت من الاسواق، بيقول لك كان محجوز كمان ناس حجزة من قبل ما تنزل وحجزها اول ما تنزل ان هم يشتروها. بيشتروا الفيجا او كارت الشاشه ده يعملوا بيه ايه؟ عشان يبداوا ينقبوا عن البيتكوين، لان البيتكوين بتحتاج كروت شاشه كتير عشان تبدا تعمل بيها تعدين على البيتكوين. البيتكوين ديت حوار لوحدها. المهم بتوع التعدين اشتروا كل كروت الشاشه، فيحصل ايه؟ كارت الشاشه بقى مولع نار، بقى غالي جدا، محتاج انك تبيع الكليه بتاعتك عشان تقدر تشتري كارت RTX 3080. عزيزي المشاهد، عشان تقدر تشتري ال RTX 3090 اللي سعرها 44,000 جنيه مصري، انت متخيل الرقم عزيزي المشاهد؟ بجد حاجة تحزن. يعني انت عشان تشتري RTX 3090 تبيع الكلية بتاعتك؟ ما ينفعش يا ابني. المهم ما علينا، في الاخر اكتشفنا ان ايلون ماسك كان بيهزر وكان صاحي رايق وكان بيهرق معانا. ينفع يعني بعد ما بوظت السوق وبوظت اقتصاد وبوظت نفسيه الجيمرز وبوظت الناس اللي بتحب الايديتنج والبرامج وبتحب البرمجه، بوظت نفسيتهم، بعد كده تطلع انت بتهزر بعد ما كارت الشاشه وصل ل 44,000 جنيه اللي سعره مش هينزل، تروح قايل في الاخر انك كنت بتهزر؟ ايلون ماسك بيهزر معاك وبيقول لكم صباح الفل. اعمل لايك يا ابني للفيديو واشترك في القناه عشان انا بحبك. لما افتح شركه انا مش هخلي اي حاجه، مش هخلي المعامله بالبيتكوين عشان كروت الشاشه ما ينفعش تغلى. مينفعش. لو عندك اي سؤال او استفسار يا ريت تقولولي في كومنت تحت، واحب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.